السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام في كل مكان. في هذا الفيديو سوف نتحدث معكم إن شاء الله عن أسعار السيارات في بيلاروسيا. كثير من الناس بيسألني عن موضوع السيارات، أسعار السيارات، هل الأجنبي حق له أن يتملك سيارة؟ هل الرخصة الأجنبية أو رخصة المواطن العربي بشكل عام من أي بلد كان، هل ممكن الواحد يسوق فيها في بيلاروسيا ولا بيلزم رخصة دولية، ولا شو الحل بهذا الموضوع؟ هذا الموضوع إن شاء الله اليوم راح أحكي لكم عنه. طبعا كمان بالنسبة لأسعار السيارات، الأسعارات، هل السيارات غالية ولا رخيصة؟ أرخص سيارة وأغلى سيارة في بيلاروسيا كم سعرها؟ فخليكم معي وتمتعوا بالمنظر الجميل في شهر 3 مثل ما أنتم شايفين. هذه الأجواء، حتى الحديقة متجمدة، شوف كيف الحديقة كيف متجمدة. قد يسأل شخص، تملك السيارة للأجنبي هل عليها ضرائب أو غير ضرائب؟ طبعا لا، مثلك مثل الأجنبي أو مثلك مثل المواطن، يحق لك أنك تتملك السيارة بغض النظر، ولا يحق أو ولا ما فيش قانون إنه بقول لك لازم أنت تسجلها باسم مواطن بيلاروسي أو غيره، أنت ممكن تسجلها باسمك بدون أي مشاكل. بخصوص الرخصة، هل الرخصة الدولية تنفع ولا ما بتنفع؟ الناس اللي بتنفع لهم الرخصة الدولية فقط الناس اللي عندهم إقامة سنوية، اللي عنده إقامة دائمة ما بتنفع، لأنه إذا عندك أنت إقامة دائمة في بيلاروسيا لازم تعمل رخصة بيلاروسية. بالنسبة للناس الطلاب أو غير الطلاب اللي عندهم إقامة سنوية بحق لهم يسوقوا برخصة بلدهم، شرط أنها تكون مترجمة للغة الروسية أو البيلاروسية، ولازم يكون عندهم برضو انه يحق لهم يسوقوا في بيلاروسيا، اللي هو الرخصة الدولية. الناس اللي بيطلعوا الإقامة الدائمة إجباري لازم يقدموا على الرخصة البيلاروسية، وإذا ما قدم على الرخصة البيلاروسية فيمكن يخلفوه في أي وقت بيشوفوه. كيف إجراءات الرخصة البيلاروسية أو استخراج الرخصة البيلاروسية؟ إذا الشخص كان عنده رخصة في أي بلد ما هو موجود فيها، بيدخل فقط على امتحان لتقييمه بهذا الموضوع، وإذا نجح في الامتحان بيعطوه رخصة بدون اللي هو فترة الدراسة. أما إذا هو ما كانش عنده أي أبدا، مثلي يعني ما كانش عنده أي رخصة، فبيتم اللي هو عمل دراسة تقريبا مدتها 4 أشهر،
سعرها اتوقع اذا ما خاب ظني انه سعرها الان 600 دولار لمده 4 شهور دراسه طبعا وعملي اللي هو سواقه وكذا. طبعا حتى نتعرف على اسعار السيارات لابد ان ندخل اشهر المواقع الموجوده في بيلاروسيا، مثل ما انتم شايفين هذا الموقع اللي امامنا اسمه ايفي توتشكا باي او في تمالين في الروسي. للاسف مشكله هذا الموقع فقط في اللغه الروسيه، للاسف لا يوجد فيه لغه الانجليزيه، وهذا يعتبر مشكله للناس اللي راح يشوفوا الموقع بعدي. مثل ما انتم شايفين الموقع فيه عدد سيارات هائل جدا، تقريبا 73,000 سيارة تقريبا، جميع الماركات الموجودة في العالم من السيارات موجودة مثل ما انتم شايفين. فخلينا نبدأ ونشوف السيارات المشهورة بشكل عام. أول سيارة نشوف مرسيدس، لأنه تعرفوا انتم مرسيدس بشكل عام سيارة مشهورة جدا، وكثير بيسألوني عن أسعار المرسيدس سواء مستعملة جديدة، أقصد يعني مستعملة يعني سنة أو سنتين أو قديمة. طبعا مثل ما حكينا هذا الموقع فقط السيارات المستخدمة أو المستعملة. مثل ما أنتم شايفين دخلنا على سيارة المرسيدس، لو رحنا شفنا الأسعار تبعت سيارة المرسيدس جميع أنواع بشكل عام، من الأقل سعر أو من الأغلى سعر للأقل سعر. لو مثل ما أنتم شايفين هذه الأسعار أو أسعار السيارات المرسيدس الموجودة حاليا في هذه اللحظة على سيارة مرسيدس، أغلى سيارة تقريبا مثل ما أنتم شايفين هي 110,000 دولار. طبعا السعر اللي فوق هذا بيلاروسي واللي تحت هذا دولار. هذه نوعية السيارة مثل ما أنتم شايفين. ونشوف كمان سيارة ثانية برضه مرسيدس، خلينا نطالع عليها نشوف المواصفات تبعتها حتى نتعرف على أكثر من سيارة في هذا الموقع. لو أخذنا هذه السيارة ونفتح هذه السيارة ونشوف نوعية هذه السيارة وأسعارها وهكذا. هذا بالنسبة لأكثر السيارات غلاء. الآن نشوف السيارات اللي هي رخيصة، طبعا يجيب لنا سيارات قديمة جدا. نحاول نشوف سيارات أقرب وقت، يعني لو أخذنا مثلا من سنة 2010 شفنا سيارات المرسيدس في سنة 2010 أو من سنة 2010. تقريبا 192 سيارة موجودة مثل ما انتم شايفين. هذه نوعية السيارات الموجودة، يعني لو شفناها هي 2010 سعرها تقريبا 11,000 دولار وشوي. هذا السعر، وهذا السعر بالبيلاروسي اللي هو تقريبا 29,000 دولار حسب اللي هو العملة اليوم. هذه سعر السيارة أو هذه خصائص السيارة الموجودة مثل ما انتم شايفين، اوتومات 2.5 وبنزين وماشي 218,000 كيلومتر. لو طلعنا كل تقريبا نفس الأسعار 2010، هذه اللي هو الأغلى شيء. لأن نشوف الرخيصة وأرخص شيء هي 7,400، برضو مرسيدس سنة 2010 تقريبا سعرهم كده من 7,000 ل 11,000-12,000 دولار سيارات المرسيدس 2010. لو أخذنا هذه السيارة ونشوف هذه السيارة سعرها 9,000 دولار. هذا من جوا الصور، هذه الخصائص مثل ما انتم شايفين على الجنب. اللي ما فهم الموقع او كده ممكن يكتب لي بالتعليقات، أو يسألني عن سيارة معينة ممكن يكتب لي بالتعليقات وإن شاء الله راح أقول لهم. مثل ما أنتم شايفين السيارة سعرها 9,000 دولار. نرجع لسيارة المرسيدس لها كان أغلى سيارة مرسيدس هي 110,000 دولار سعرها، طبعا أغلى سيارة موجودة، موديل 2015، الخصائص هذه الحقيقة كمان الموجودة لهذه السيارة. كمل صور. جميلة بشكل عام السيارة مثل ما انتم شايفين، ما بيها شيء يعني ما بيها شيء. كراسي ما شاء الله جميلة جدا. لو رجعنا لهذا المرسيدس اللي سعره 98,000 2015، بنزين
26,000 مثل ما انتم شايفين. هذه المصادر نشوف اذا في عندها صور، الصورة الاولى الثانية. الثالثة هذه بعض المواصفات الموجود عليها. هذا المرسيدس اللي حكينا عنها قبل شوي. نرجع طيب لبعض أنواع السيارات الأخرى، السيارة المشهورة جدا البي ام. خلينا على الأقل نشوف سيارات البي ام بأنواعها، وقبل ما ندخل حتى على البي ام لأنه الوقت معناش وقت قصير، صار لنا تقريبا 5 دقائق نسجل. شوف شو أكثر سيارات موجودة عند الفولكس فاجن. لو حطيت فولكس فاجن تقريبا دي أكثر سيارة موجودة في بيلاروسيا، أو أكثر سيارة موجودة للبيع في بيلاروسيا. سيارات الفولكس فاجن البي أم بعدها تقريبا، والمرسيدس تقريبا بعدها، والمرسيدس هاي المرسيدس. يعني هذه السيارات بصراحة سعرهم غالي يعني، أو بأكثر سيارات تباع يعني. بشكل عام هذه السيارات الموجودة في بيلاروسيا. ممكن لو دخلتوا عند الموقع بتشوفوا عدد السيارات اللي تباع في هذا الموقع الموجود. سكودا تقريبا الموجودة، البيجو برضو، مازدا. لاحظنا حتى البيجو يعني غريب، أول مرة أعرف إنه عندهم بهذه الكمية، يعني مش قليل يعني هذه الكمية بالنسبة لسيارة البيجو أو البيجو أو البيجويت كاك. لو ناخذ الاكثر سياره مشهوره بيلاروسيا الفولكس فاجن. الفولكس فاجن بجميع انواعها مثل ما انتم شايفين. ونشوف برضو اللي هو من اغلى سعر وارخص سعر للفولكس فاجن. اوكي نشوف ارخص سعر واغلى سعر. هذا قديم، هذا نشوف كمان مره برضو من 2010. عندنا تقريبا 2400 سيارة، أي أرخص سيارات تقريبا موجودة. بعض السيارات كانوا في الحادث، لازم هذه كانها في الحادث، بس سعرها رخيص مقارنة مع السنة تبعتها. كان هو وقع في شايف في الحادث، فلازم نشوف السيارات اللي هو بدون حوادث فيها. كانت خاصية إنه ممكن نشوف السيارات اللي هي مش حوادث. هذا أيوة هذه هي. اوكي لا حتى ما راحتش الخاصية، شكلها مش مفعلة. ما علينا، لو شفنا أسعار السيارة بشكل عام هي مثل ما انتم شايفين 6000 5000 4000. لو اخذنا هذه السيارة مثلا فوكس واجن بولا سيدان، السيارة تمام مثل ما انتم شايفين، موديل 2011 سعرها 5000 شوي، اي 70000 غير. هذه تقريبا هي أسعار السيارات الموجودة على هذا الموقع مثل ما انتم شايفين. المشكلة الوقت بيمشي بسرعة، صارنا 8 دقائق مسجلين. لو بدي شو اسمه كان أعطيكم بشكل تفصيل أكثر راح ناخذ وقت كبير. لو شفنا هذا الفوكس ساجن، هذا الفوكس ساجن غالية جدا، 70,000 دولار، موديل 2019. بس غريب 70,000 كيلو ماشي بسنة، معناته أكيد شكله أما ماشي بكل أوروبا أو غريب، ممكن مشغلها تاكسي. هات نشوف كيف بشكل عام الصور، تمام الصور وضعها تمام يعني مثل ما أنتم شايفين. طيب ما علينا، طبعا مكتوب إنه في ألمانيا عاملينها بس مش مشكلة. بالنسبة للموقع هذا أنتم ممكن تطلعوا عليه. المشكلة الوقت مثل ما حكيت لكم سريع جدا، صار لنا تقريبا 9 دقائق نسجل هذا وناخذ وقت كثير. اسم الموقع ab.by مثل ما انتم شايفين، هذا ممكن تقيم هذا اللي قدامه او مثل ما انتم شايفين بالازرق من تحت. اسمه ab.by افتر مارينا في كبر روسي اسمه. انا معظم بتكون معظم المواقع او عفوا معظم السيارات موجودة هنا مثل ما حكيت لكم. هاي مشكلته انه ما فيش في انجليزي، بس اللي بده اي سؤال او اي سيارة تقريبا السعر، اذا كان عندي مجال ما فيش مشكله اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله برد عليكم. هذا الموقع ندخل عليه نتعرف على الاسعار، وشكرا.